اهلا بيكم في فيديو جديد. انا ندى من قناة نوني كيوتي، واليوم ان شاء الله هكلمكم عن مقشر وتونر بيكسي. قبل ما اشرح لكم تجربتي مع تونر بيكسي، لازم اوريكم انواع الاحماض التقشيريه، لانه بيكسي بيحتوي على نوع مهم ونسبه كبيره من حمض الجلايكوليك اسيد، اللي هو بيعتبر من الاحماض اللي هي الفا هيدروكسي اسيد بنسبه 5%. طبعا عندنا نوعين من الاحماض التقشيريه، الفا هيدروكسي اسيد وبيتا هيدروكسي اسيد، وكلها بتعمل على ازاله الطبقه الخلايا الميته وتنظيف الشوائب المسامات من الدهون والشوائب والاوساخ المتراكمه. هاتكلم اول حاجه عن الالفا هيدروكسي اسيد. هي عبارة عن أحماض جزيئاتها جدا صغيرة، تقدر تتخلل بسهولة لمسامات الجلد، وهي معروفة بأحماض الفواكه وبتنفع للبشرة العادية والبشرة الجافة. ومنها هذه يعني الفا هيدروكسي اسيد، عندنا حمض الجلايكو اسيد اللي هو موجود في تونر بيكسي، وعندي حمض السيتريك وحمض المالك وحمض اللاكتيك وحمض التاتريك تاني نوع عندنا البيتا هيدروكسي أسيد، وهي جزيئات شوية كبيرة تحتاج لوسط دهني، يعني أو إنها هي بتذوب في الدهون عشان تقدر تخترق المسامات، عشان كده هي مناسبة للبشرة الدهنية، وغالبا تستخدم مع الناس أصحاب البشرة الدهنية عشان تعمل لهم تنظيف وتقشير للمسامات. المثال لها حمض السايسيليك أسيد، هو مغلب المنتجات اللي للبشرة الدهنية سواء التنظيف أو التقشير بيكون بيحتوي على حمض السايسيليك أسيد. حمض السايسيليك أسيد ممكن نحصل عليه بإصابة قرص من الأسبرين في الماء، بيدينا الماسك المعروف اللي هو ماسك الأسبرين، بيساعد على إزالة الحبوب لناس أصحاب الحبوب، لأنه بيساعد على علاج الالتهابات وبيقلل الاحتمرار للبشرة. تونر بيكسي بيتكون من المقشر زي ما عرفنا أول، وبيتكون من جل الصفار، وهو بيعمل كمرطب، وكمان بيحتوي على بندق الساحرة، وهي بتعمل زي إنها تقبض المسامات، وخالي من الكحول. بعد ما نغسل وجهنا أو ننظف وجهنا، بنحط شوية دروبس من تونر بيكسي على قطن، اللي هي القطن المخصوص للوجه، ونمسح. زي شايفين هنا، هذا هو شكل تونيك بيكسي، محتوي على 5% من الجلايكوليك أسيد، وزي ما انتو عرفنا من الأول إن هي من الأحماض التقشيرية التابعة للألفا هيدروكسي أسيد، اللي هي مناسبة للبشرة العادية. كمان بيحتوي تونر بيكسي على نسبة من جل الصفار، عشان كده بيعمل لي شوية ترطيب، ما بنحس بالاحمرار أو الحرقان اللي بيجي مع التقشير اللي هو عادة بتعمله في العيادات، لكن بتحسوا بشوية، خصوصا لأول يعني لما تبدوا تستخدموه في أول أيام بتلاحظوا إنه في شوية احمرار وشوية كده حرقان. هذه أول مسحة بالدروبس بتونر بيكسي بعد ما مررته كده كله على وجهي. هذا شكل القطن، وهذا اللي طلع بعد ما غسلت الوجه كامل بالغسول الوجه. ده التمرير الثانية، شايفين كيف انه هو قدر يتخلل للمسامات وينظف المسامات. ده كل ده شكل القطن بعد ما انا استخدمت يعني غسلت وجهي بغسول الوجه حق الخاص. شايفين كيف انه هو يعني نظف لي اكتر، ويعني خلص لي المسامات من الشوائب، عشان كده هو بيعمل على نضارة الوجه واشراق الوجه. أتمنى الفيديو يكون فيه له شرح وافي عن تونر بيكسي وتستفيدوا من الفيديو. لو كنتم مشتركين في القناة ياريت تعملوا لي اشتراك وتعملوا لي لايك، وما تنسوا تتفرجوا على الفيديوهات السابقة اللي هتنزل اللينكات حقتها على الشاشة.